ده تليفون من وفاء. يا وفاء، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك؟ مساء الخير يا دكتور. كل سنه وانت طيبه يا وفاء. اتفضلي صوفيا. حضرتك طيبين. لو سمحت انا عندي حلمين، ممكن افسرهم؟ اتفضلي. اول حلم ان انا كنت ماشيه في شارع انا واختي الصغيره، كان الشارع ضلمه، فانا كنت ببص في الارض كده كاني هلاقي حاجه. لقيت حاجه بتلمع فاخدتها، لقيتها اسويره كان عليها ذهب ولا فضه؟ ايوه ذهب، كان عليها شويه طين، فانا كنت بحاول ان انا الاقي الختم اللي عليها عشان اتاكد ان هي ده. يعني انت لاقياها، انت هتدوري؟ وبعدين فانا حاولت اشيل الطين اللي عليها وعشان الناس اللي حواليا ما يشوفوش يعني ان انا لقيت اسوره كده، قمت قايله لاختي انا هعينها وافك بيها زنقتي. انت متجوزه ولا ايه يا حبيبتي؟ لا انا اناث. ابشري ابشري. فانا عينتها في جيبي. فجينا بقى ان انا واختي كنا بنزور واحده مريضه، بس احنا مش عارفينها اصلا في الحقيقه ولا حتى عارفينها في الحلم. هي واحده كده مريضه وخلاص، واحنا بنزورها جه واحد بيزورها هو كمان يعني، وجايب معاه خروف، فاحنا سمعنا الخروف من صوت الخروف من بره، فانا بقول يا بختها قريبها جايين يزوروها وهي وجايبين معاها خروف. بص لقيت اللي جايب الخروف ده بابا وماما، وبابا جايب الخروف مذبوح ومعاه فرخه بيضة، واداهم للست ديت عشان تعينهم. فهي الست فرحت بيهم جدا، وانا فرحت ان بابا هو اللي جايب الهديه دي ليها. وانت يعني عندك اخوات ولاد؟ الو، عندك اخوات صبيان على جواز؟ لا. انت عندك بنات تاني؟ طيب ايوه، اختي الصغيره دي قد ايه؟ يعني 18 سنه. اسمعي بقى اللي هقوله لك. مبدئيا طبعا حته ان انت تلاقي اسوره دي معناها يعني رزق من حيث لا تحتسبي، حاجه انت مش عامله لها حساب هتجديها. الاسوره للمراه معناها زوج. والله كنت هقول شاطر. انت كده شاطر. زوج صالح للمراه، لكن للرجل وحشه جدا الاسوره، لان الرسول صلى الله عليه وسلم شاف في منامه سوارين فضاق بهما فنفخهما فطارا. فقالوا له بما فسرتهما يا رسول الله؟ قال مسيلمة الكذاب والعنسي. فدول وحشين للرجال، ولكن للمرأة رجل. بس هي بتدور على الختم، يعني عايزة تشوف هل الرجل ده ابن أصول حد كويس، بس خلته خايفة عليه جدا، خلته في جيبها يعني ايه لوقت عوزة، لو ما فيش خليك ركنته يعني، فهماني ازاي؟ دي حاجة. أما الخروف بقى، الخروف في الرؤية هو المفترض صوت الخروف اللي هي سمعاه ده عريس جاي للبنت الأصغر منها، فهيدخل في قلبها نوع من أنواع الغيرة. برافو عليك، شاطرة. شكرا يا وفاء.